أخيرا فضيلة الشيخ في رسالته يقول: ماذا نفهم من هذه الآية وما معناها وما سبب هذا النزول لها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. من الآية واضح أن المؤمن ليس له خيار فيما أمر الله به أو أمر رسوله به، ليس له خيار في أن يفعله أو يتركه، عليه أن يمتثل الأمر ويبادر بذلك. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، يعني إن شاء فعل وإن شاء ترك. يجب عليه الالتزام والمبادرة امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، إن ترك فهو عاصي، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وسبب نزولها فيما ذكر أن امرأة خطبت فتردد أبوها في تزويجها، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي علم بذلك، أمره أن يزوجها بمن خطبها، فكأنه تألك أو تأخر، فذكرته بنته بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول أمره بذلك، فأنزل الله هذه الآية. نعم.